المقادير تاع لاصوص بيشاميل. عندي مغرف تاع ماكله نتاع لا مارغارين، مغرف تاع ماكله تاع الفارينه، كاس نتاع الحليب، 100 غرام جبن ابيض و100 غرام جبن مبشور. هذو هما المقادير نتاع خبزة البروكلو تاع اليوم اخت حسيبه. وان شاء الله كل سيده كان عندها البروكلو تستعمل هذه الكيفيه هذه، راهي لذيذه جدا. نعم، طيب روحوا الان لطريقه التحضير. طريقه التحضير، وثاني ملاحظه، انا نعطي يعني لي زاستيس لكل سيده، كي تشري البروكلو ما تنحيلوش كيما نقولوا حنايا هذوك لي تيج نتاعو، باسكو كون تنحيلو هذاك لي تيج نتاعو راهو يومين ثلاثة يخسر لك. دونك استعمليه، خليه هكاك لو بوكي هذاك نتاعو، وزيدي استعمليه في ان ساشي وحطيه في الثلاجة، راهو يقعد لك سمانة ما يروح ما يجي هذاك البروكلو. دونك واش اخت حسيبة، انا نحكم هذاك الراس تاع البروكلو نخليه هكاك نحيل ونايا هذاك لاتيج نتاعو كل. من بعد واش نستعمل؟ نحكم انا وعاء، هذاك الوعاء واش نضيف فيه؟ نضيف فيه 300 غرام تاع اللحم المفروم. انا قلت لك اللي ما عندهاش لحم مفروم عندها صدر تاع الدجاج، ما واش كيما نقولوا حنا مرحي هذاك الدجاج، احكمي بالسكين وقطعيه رقيق خلاص راهو يتقطع لك. نزيد نضيف انا هذيك الحبه تاع البصل المتوسطه، نربي عليها هذاك اللحم المفروم، نزيد نضيف ثلاث مغارف تاع المعدنوس، ونزيد نضيف زوج ثلاث سنينات تاع الثوم، ونضيف التوابل الملح، فلفل الكحل، راس الحانوت، والفلفل العكري. هادو كل نخلطهم مع بعضهم. كي نخلطهم مع بعضهم واش نستعمل؟ نحكم قليل هذاك، شتي هذاك لو بوكي هذاك لا تيج هذوك اللي حاكمين الراس تاع البروكلو، نحشي ما بيناتهم هذاك اللحم المفروم كامل، اللب في وسط اللب، اللب هذاك وهو ني هذاك اللحم المفروم، نرميه كامل عليه الكل. من بعد كي نستعمله كامل واش نستعمل؟ نضيف له من فوق حوالي كان عاد اللحم المفروم تاعك ما فيش موش ميدم، ولا كان استعملتي بالصدر تاع الدجاج، واش تستعملي؟ ضيفي حوالي ربع مغارف ولا خمسة تاع الزيت عليه من الفوق. من بعد واش نستعمل؟ نحكم بلاطو اللي يروح الكوشة، نحكم البابي لاليمينيوم، ونغطي هذيك الخبزة تاع البروكلو، نرميها نخليها واحد ساعة غير ربع، وهي في الفوق، الفوق شاعل تحت والفوق. أنا كي نشوفها اللحم هذاك طاب، اسمحوا لي قبل ما نستعملها غليها واحد 10 دقائق قبل ما تحشي اللحم هذاك، غليها حوالي 10 ربع ساعه باش طيب لك بسهوله. كاينين اخرين ديفور تاعهم كيما كويزينيير ما طيب لهاش مليح وكل. دونك ديري قدره فيها كميه تاع الماء، وضيفي هذاك الراس تاع البروكلو هكاك، خليه حوالي 10 ربع ساعه، من بعد نحيه حطيه في صفايه يقطر مليح، ومن بعد فخسيه بهذاك اللحم المفروم. من بعد نولي نغطيه بالباتي لاليمينيوم، نخليه حوالي ساعه غير ربع. انا نشوفوا اللحم هذاك المفروم طاب وكل. من بعد واش نستعمل اخت حسيبه؟ نحكم انايا هذيك لاصوص بيشاميل، واش نستعمل؟ كاسرونه نضيف فيها المغرف تاع لا مارغارين، كان جاتك قليله كان عاد راس كبير استعملي زوج مغارف بصح كاس ونص تاع حليب، ما تستعمليش زوج كيسان. كان راس كبير تاع البروكلو. الكاسرونه نضيف فيها لا مارغارين هذيك، هي تذوب لا مارغارين، وانا نزيد لها الفارينه، من بعد نزيد لها الكاس تاع الحليب، ونزيد نضيف الكاس تاع الحليب، ونحط على نار هاديه ما نخليهاش تولي لي جامده هذيك لاصوص بيشاميل، تكون شويه سايله شويه ماهيش بزاف. من بعد نزيد نضيف لها 100 غرام تاع الجبن الابيض، نحطها على النار كل. من بعد نحيها، نولي نستعمل يعني كان بغيتي تولي تنحيها ترشي لها بابي كويسون باش من بعد هذيك لاصوص بيشاميل كان ساحت لك شويه من ومن تركوبيها من بعد فيها، ولا ديريكت في لو بلاطو اللي تقدمي فيه بعد هذا
الطبق هذا. من بعد نحكم انا ديك لاصوص بيشاميل، نزيد نضيفها كامل عليها، ونضيف هذاك الجبن المبشور. اني نحيت الباتي الالومنيوم، نخليها تقريه مليح، من بعد نولي نحيها وكل. اني نحطها على الوجه نتاع لو بوكي، ماهيش نحطها على تحت اخت حسيبه، باش من بعد بلاصوص بيشاميل علاه تولات خبزه. دونك تغلفت بهذيك لاصوص بيشاميل. كيما دوكا هي تشوفيها ولات دوغي، درجه الحراره 180 حتى 200 درجه. كي طيب كامل وكلها هذه كيما دوكا، بدا يديريها على 11 قد قد هكاك، حطيها طيب. كان لالي عندها البروكلي وتستعملها. كي طيب كامل وكل، واش نزيد ندير معاها؟ نزيد ندير معاها مسالاد. هذه الوجبه هذه اخت حسيبه ما تزيدي تقري معاها دي فخيت، تستعملي معاها دي فخيت وكلها، ولا مام دي بات مكرونه كيما نقولوا بالزبده ولا الفخوماج وكل، تزيدي تقدميها مع هذه الكيفيه، ولا استعملي معها ان اوردر ولا اون سالاد، ولا ثاني كيما نقولوا حنايا سلطه مشويه تاع بيضنجان ولا لي ليغوم كامل. هادو استعملي اون سالاد، وانتي استعملتي وجبه كامله. نعم يعطيك الصحه. يسلمك اخت حسيبه. ان شاء الله المستمعات يكونوا سجلوا هذا الطبق المقادير، وان شاء الله يجربوها وينجحوا في تحضيرها باذن الله. نروحوا الان للحاجه الحلوه السيده فاطمه، اللي هما اللي هي اللقمات او لقمات البطاطا. لقمات البطاطا برسك اخت حسيبه واش يشبهوا اللي تشوفها هكا تقول لك هذه العوامه. بصح ماهيش العوامه، العوامه ما فيهاش البطاطا وما فيهاش لا مايزينا، فيها غير الفرينه والبيض. مقادير العوامه هذه واش يلزم لي؟ يلزم لي رطل تاع بطاطا، ويلزم لي 200 غرام تاع لا مايزينا نشا، 200 غرام تاع الفرينه. انا كي نقول لك 200 غرام تاع الفرينه، هذا لاباط ما تعودليش ثاني جاريه خلاص، ولا تعودلي يابسه خلاص، تكون متوسطه. قلت لك 200 غرام تاع لا مايزينا و200 غرام تاع الفرينه، ثلاث بيضات، عندي كاس حليب، عندي 50 غرام تاع الزبده، قليل من الملح، مغرف تاع قهوه تاع ليكستريت فاني، وكميه نتاع العسل. نعاود المقادير، عندي 500 غرام نتاع البطاطا، 200 غرام نتاع النشا، 200 غرام تاع الفرينه، ثلاث بيضات، كاس تاع الحليب، عندي 50 غرام تاع لا مارغارين، قليل من الملح، نص مغرفه تاع ماكله نتاع ليكستريت فاني، وتاني عندي العسل، وعندي تاني زيت للقليان. هادو هما المقادير نتاع اللقمات تاع اليوم اخت حسيبه. روحوا لطريق التحضير. انا واش نستعمل؟ عندي هذاك الرطل تاع البطاطا، نقيه مليح، ومن بعد نقطعوا مربعات صغار. كي نقطعوا مربعات صغار نضيفوا في القدره، ونخليه يطيب كيما لا بوري. طيب لي مليح هذيك البطاطا. من بعد هذيك البطاطا واش نستعمل؟ هي هكاك سخونه، واش نستعمل؟ انا قلت لك عندي 50 غرام نتاع لا مارغارين، هذيك ال 50 غرام نتاع لا مارغارين بغيتي ذوبيها، ولا هي سخونه تلوحيها مع البطاطا وتميكسي هذيك البطاطا. كي ميكسي هذيك البطاطا كامل اي تولي لي بوري، واش نزيد نضيف لها؟ نزيد نضيف لها كي نقول لك انا كاس حليب، ماهوش شوب كبير، ولا كاس عادي، كاس عادي تاع الحليب، ونزيد نضيف له ثلاث بيضات، ومن بعد نخلطهم هادو مليح، نخلط البطاطا مع لا مارغارين مع الحليب مع البيض. بصح تعود شويه بارده، ما نستعملش البيض هو سخون تعود يطيب لي هذاك البيض. نخلط هذا الخليط مليح. هي اللي كان عندك البيتخان ولا بلو باتا ولا مانيال حتى بيدك راهي تصلح لك 100%. دونك كي نخلط هذا الخليط مليح، من بعد واش نستعمل؟ انا نخلط 200 غرام تاع الفرينه مع 200 غرام تاع لا مايزينا، ونص مغرفه تاع الماكله نتاع ليكستريت فاني، ونضيف بالكميه قليله، نضيف 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 نضيف، ونقعد نخدم فيها. هي قد ما تخدمي
اللقمات هادو يجيو كيما نقولوا حنايا كروسيون بالدارجه يتقرمشوا، ميم كي طيبيهم وقت حسيبه يعودوا يتقربعوا في بعضهم. دونك نخدمهم مليح، كي نخدمهم نخليهم حوالي ربع ساعه ترتاح هذيك العجينه. العجينه نتاعي شويه كيما نقولوا حنايا خفيفه على الشخشوخه، تكون شويه خفيفه على الشخشوخه هي، باسكو من بعد انا نهز كيما نستعملوا الخطفه تاع البوراك. لا ميم العجينه يعني مرخوفه هكا. من بعد واش نستعمل اخت حسيبه؟ ندير مقله فيها كميه كبيره تاع الزيت على نار هاديه. من بعد واش نستعمل؟ نحكم مغرف، نحكم ان بول ولا نحط مغرف تاع القهوه، نبلها في هذاك الماء ونهز العجينه بالعقيله ونديرها كوريات دي بتيت بول، ما نحطهمش فوق بعضهم، نبعدهم على بعضهم. كون نستعملهم فوق بعضهم ما يلصقولي، هي يوليو جيد ما دوغي هك. يلفون نطيبهم زوج خطرات، نطيبهم الطيبه الاولى من بعد كي نكمل كامل نزيد نعاود لهم لا دوزيام فوا، نزيد نطيبهم. من بعد واش نستعمل؟ صدقيني كي تروحيهم تهزي تروحي في العسل هما يتقربعوا وحدهم، راهم يقعدوا مده طويله. يعني صدقوني كل سيده تجرب هذا اللقمات هادو راهم يعني في القمه، ما يتشبعوش اخت حاسيبه. ان شاء الله يجربوها ان شاء الله. شكرا لك سيده فاطمه، وحنا دائما متواصلين معكم في برنامج مطبخك سيدتي. راح نخليكم مستمعينا مع هذا النغم المختار، بعدها نرجع لكم ونستقبلوا اتصالاتكم في البرنامج، بقوا معنا في المتابعه. 35 دقيقة بعد 9 صباحا باستوديو إذاعة الجزائر من باتنا، أيضا مستمعينا في كل مكان حيكم كامل، ونرجع لكم دائما من خلال مطبخك سيدتي، دائما بحضور سيدة فاطمة اللي نحييها من جديد. أهلا وسهلا سيدة بك أخت حسيبة. الله يخليك. نذكروا بأرقام الهاتف لكل المستمعات الكريمات لمن تود المشاركة معنا وطرح أي انشغال، مرحبا بالجميع على أرقامنا الهاتفية 033-80-71-01، رقمنا الثاني 033-81-30-30. إذا مرحبا بالجميع. قبل وفي انتظار الاتصالات فقط في بعض المستمعات سيدة فاطمة في مكالمة. طيب نستقبل أول اتصال. صباح النور. ألو صباح النور. صباح الأنوار، أهلا وسهلا. مزاكم لذيذ. الحمد لله الله يخليك. أختي يعني سمعنا الرابعة ونستنى في التحليات يعني كدوية. تحلية تاع الكابويا مديناها لك السمانة اللي عقبت مديناها. لا الإعادة، الإعادة ما نحكش بها. هي زدنا مديناها لك السمانة اللي عقبت، دوك نعطيها لك. أخت فاطمة. نعم. أختي عايشة تقولي لنا الكابويا كيف ما تخسرش في الثلاجة. داكور دوك نجاوبك. وطلب صغير. تفضلي. أعطينا تدبيرة في كل حصة تدبيرة وعطر هكا، عطر البيت للمطبخ. المواد الطبيعية. داكور. طيب معلش. شكرا شكرا. شكرا لك على الاتصال سيدتي، دمتي بخير، مع السلامة، إلى اللقاء. إذا دائما معكم متواصلين في برنامج الأسرة مطبخك سيدتي، ودائما في انتظار مكالماتكم 033-80-71-01، رقمنا الثاني 033-81-30-30. معنا اتصال آخر. صباح النور. أهلين صباح النور. أهلا صباح الأنوار، مرحبا بك سيدتي، أهلا وسهلا. أنا باغي برك عيطت نشكر السيدة فاطمة بزاف بزاف على الوصفات اللي راهي تقدم فيهم. ربي يحفظك. أنا متبعة عليها من زمان خلاص، ورجعتني فحلت الفحلات، كل الوصفات تاعها ناجحة 100%، نشكرها بزاف بزاف. زيدي واصلي واصلي. طيب شكرا لك على الاتصال اختي الكريمه، تحياتنا لك، مع السلامه، الى اللقاء. دائما معكم في البرنامج ودائما في انتظار ايضا الاتصالات. راح نروحوا الاخت نعاودوا لها الوسم ولا التحليه تاع الكابويه. المقادير تاع التحليه تاع الكابويه، انا قلت عندنا 500 غرام تاع الكابويه. عندي كاس تاع الحليب،
عندي تاني كاس تاع الحليب اللي هي ليكستريت فاني، وتكون عندك حوالي 100 غرام تاع لا مايزينا، السكر حسب الذوق. انا قلت لك كاس ميم با كاس السكر حسب الذوق، وليكستريت فاني. لا غارنيتور كيما دوكا تكون عندك كيما نقولوا حنا لا كريم شونتي. طريقة التحضير واش نستعمل؟ انا عندي هذيك 500 غرام نتاع الكابويا، بصح الكابويا اللي تكون ضاويه بزاف ماشي هذيك الشاهبه، هذيك نقيها مليح ونحي لها ثاني هذوك السلوك اللي من قدام الثاني وكل، قطعيها مربعات، ضيفي لها حوالي زوج كيسان تاع الماء، حطيها في كاسرونه ولا في قدره، هي طيب لك مليح. من بعد واش تستعملي؟ صفيها، يكون عندك كاس تاع الجي هذاك نتاع ما ترميش الماء تاعها، يكون عندك كاس تاع الجي. من بعد واش نستعمل انايا؟ نحكم انا هذاك الكاس البليتو هذيك الكابويا اللي طيبتها، نستعملها في لو ميكسور ونميكسيها بالماء تاعها هذاك، اي تولي لي اون بيغي ليكيد جاريه. من بعد كي نرحيها مليح نولي نحيها، ما نخلي فيها والو، تعود مرحيه مليحه، نضيفها في كاسرونه. من بعد واش نزيد نضيف لها؟ نضيف لها الكاس نتاع الحليب، ونضيف لها لا مايزينا هذيك، ونضيف السكر وليكستريت فاني، ونحط على نار هاديه خلاص، نخلط نخلط حتى هي تبدا تجمد لي كيما نقولوا حنايا، تجمد وكل. انا نحي هذيك التحليه تاعي. من بعد بغيتي يعودوا عندك دي بيغين ولا ديريها في سكوب كبيره، سا ديبون وين حتستعمليها، ضيفيها في وين حتستعمليها. كان عندك لا كريم شونتي هي تكون شويه هذيك ملديه سخونه شوي، ونتيا احكمي طلعي كيما دوكا يكون عندك كاس تاع لا كريم شونتي بكاس تاع الماء، ولا نص كاس كريم شونتي بنص كاس تاع نتاع الماء، طلعيها مليح. من بعد وشي ولي بيكي في وسط هذاك اللي بيغين هذوك، بيكي من الداخل. من بعد كي تاكليها من الداخل تلقاي هذيك لا كريم شونتي من الداخل الكل، ولا في الوجه طلعي هذيك لا كريم شونتي، ديري دي غوزاز من الفوق وكل، ولا ذري عليها ثاني شويه مكسرات. هي هذه التحليه هذه راهي تشبه كيما نقولوا حنايا التحليه نتاع اللي نديروها بالنشا المحلبي، فخاسك اي تشبه المحلبي. انا جو بريفير ديريها استعمليها، وثاني الكابويا فيها فايدات بزاف وكل، استعمليها. هذه هي طريقة تحضير الكابويا، التحلية تاع الكابويا. يعطيك الصحة، يسلمك حسيمة. وهي طلبت منك طريقة أو تدبيرة فيما يخص الاحتفاظ بالكابويا أكبر مدة في الثلاجة. هي الكابويا وشي كي تشريها نقيها، كيما دوك شريتي حوالي زوج كيلو ثلاثة كيلو، نقيها مليح ونحي لها لابو هذيك تاني اللي من الفوق، قصيها دي مورسو، ديريها في ان ساشي تاع لا كونجيلاسيون، وديريها في المثلج. كي تحبي تجبدي هذيك بعد لو ساشي مع الاخر خلاص، باسكو شوفي تلوحيها دي مينيت تسمى ذاك. من بعد ولي جبديها لوحيها هكاك بعد في القدره، راهي تقعد لك مده طويله يعني الكابويا هي في الثلاجه، بصح لا كونتيتي هذيك بعد اللي تجبديها بعد تستعمليها، ماهيش تنحي منها تخليها ديكونجلا ومن بعد تعاودي ترجعيها، هذه وخطا. هذه هي طريقه التحفيظ تاع الكابويا. نعم، واذا حبيت تحطها فقط في الثلاجه يعني ما تريزيستيش بزاف. نعم. اي ما تريزيستيلكش بزاف، يعني ما تقعدلكش مده طويله. ومام كي تعود عندك باغيتها في الثلاجه، ولي ديري لها البابي فيلم، غطيها خلاص بالبابي فيلم، باسكو هي شوفي تخليها نهار، الغدوه تلقيها بعد دارت لك واحد الزروقيه هكا من الفوق وكل، دونك غطيها بالبابي فيلم، راهي تاني في الثلاجه ما تقعدلكش بريسك اون سومان في الثلاجه. هذه هي طريقه الكابويا. نعم، ان شاء الله تكون في يعني في الاستماع وسمعت الطريقه. طيب، في اتصال اخر معنا الان. صباح النور.
الو، صباح الخير اختي حبيبة. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك. وبيك عايشك. اهلين. عايشك. صباح الخير اخت فاطمة. صباح الخير اختي. عايشك. والله حبيت نشكرك على الطبق التعليقي نتاع سنان اللي فاز يهبل يهبل. جربتيه؟ جربتيه؟ عايشك والله غازي يهبل. يعطيك الصحة. راح نطلب منك طبق تاع سردين يكون في الفرن، طبق تاع أرز ثاني يكون في الفرن، ويا ريت هكا كيش مرة من مرة درينا طاولة هكا تكون فيها طبق رئيسي وقفلة تحلية سلطة. أنا كان حتى نشكر أختي. عايشك أختي، ربي يحفظك. شكرا لك على الاتصال عزيزتي، تحياتنا لك، كنتي دائما وفية لنا. مع السلامة، إلى اللقاء. ان شاء الله يعني يعجبنا الحل لما نشوفوا يعني مستمعات يجربوا الوصفات. اكيد اكيد اخت حسيبه. اخت حسيبه، ما من الحوايج قبل ما نجرب الساعه انا. ايوه نجرب الساعه انا، كي ننجح بيهم نمدها. نمدها. نعم. الحمد لله. الحمد لله. في اتصال اخر. صباح النور. صباح الخير حسيبه. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك. عايشك. صباح الخير فاطمة. صباح الخير اختي، راكي منورين الإذاعة. الله يسلمك، منورة بوجودكم عزيزتي. شكرا. بغيت تعاودي تعبرك وتعاودي لي وتعطيني العوامة. نعاودك العوامة. نعطيك ما عنديش الميزان، اعطيني بالكيل. بالكيل. صح، ربي يعاونكم. صح ان شاء الله. شكرا لك عزيزتي، مع السلامة، إلى اللقاء. تحياتنا لك، مع السلامة. طيب فيه مكالمة أخرى؟ ما فيش. طيب نستقبل اتصال. صباح النور. صباح الخير. صباح الأنوار، أهلا وسهلا. مرحبا بك، بغيت نسقسي أخت فاطمة. معليش، ما تعطيني وصفات سلطة للرجيم. وصفات سلطة للرجيم، علاش راكي ديري في الرجيم؟ عندك زيادة في الوزن. معليش. أنا وزوج تاعي. أيوا معليش، ما كانش مشكل. يعطيك الصحة. شكرا لك على الاتصال، مع السلامة، إلى اللقاء. دايما معكم متواصلين دايما في البرنامج. فيه اتصال؟ ما فيش. طيب نكتفي بهذا القدر زميلي بلاد حتى نجاوب على كل المستمعات، وإذا كفانا الوقت إن شاء الله نزيد نستقبل اتصالات أخرى. نروحوا للأخت اللي طلبت طبق سردين يكون في الفرن. نعم. يعني أخت حسيبة، السردين في الفور تشيح. تشيح يعني نعطيها الكناية كيما دوكا طاجين بصح يدخل للفور. أيوة. طاجين يدخل بصح. السردين هكا تستعمليها في الفور تجيك شايحة، ما تجيكش طرية. نعطيها الكناية طاجين بصح في الفور. كيما دوكا عندك السردين، مام كيما دي فوا كاينه هذيك الموشتو كيما نقولوا لها حنايا، موشتو الرقيقه هذيك بزاف. هذيك الرقيقه الثاني نقيها، نحي لها غير الراس نتاعها وكل، نطفيها وكل. كيما دوك عندك كيلو ارطل تاع سردين، ضيفي نص مغرفه تاع ماكله نتاع ثوم يكون ملحي، نص مغرفه ثاني تاع كمون، ملح، فلفل الكحل، فلفل العكري، الحرور تاني، كل هادو كل، وحوالي مغرفة تاع دبشة. تاني استعملي كيما دوكا حوالي زوج مغارف تاع فارينة وبيضة. هاد المقادير وكل نخلطهم مع بعضهم اخت حسيبة ونعجن. ما نديرهاش في الميكسر ولا حاجة، نعجنها بيدي، نلمها بيدي. من بعد كي نلمها بيدي واش نستعملها في التحاسيبة؟ نستعملها كوريات. كي نستعملها كوريات، من بعد وين نزيد نمرغدهم هذوك الكوريات، نمرغدهم في الفارينة ونقليهم. كي نقليهم نحطهم بجهة. نولي نستعمل لها صوص طوماط. صوص طوماط واش تستعملي؟ احكمي دوكا زوج حبات تاع طوماطيش، نص مغرفة تاع ماكلة تاع طماطم صبرة، قليل من الكمون حوالي نص مغرفة تاع قهوة باسكو اي في السردين بعد الكمون. التوابل اللي استعملتهم الثوم وكل هادو كل نزيد نضيف لهم حوالي نص كاس تاع ماء. نقلي هاد التوابل مليح اخت حسيبة، ومن بعد نمرقهم بحوالي كاس تاع الماء. كي نمرقهم بحوالي كاس تاع ماء نحكم انا ان بلا اللي يروح للفوق
الكوشه نحكم هذوك الكوريات نتاعي كامل، بعد ذلك ياكل ثاني الحرور يستعمل الحرور. من بعد واش نستعمل؟ هذيك لاصوص نضيفها على الكوريات هذو، نرميها في لو فوق حوالي 10 دقائق غير جيه دماء باسكو كلش طايم. تزيد التقريه هذيك السردين بصح تقعد لك طريه ماهيش كيما سردين حبات وترميها في لو فوق اي تشيح لك. هذه نقدمها من بعد واش نقدمها اخت حسيبه مع عصير الليمون. هذه نستعمل نضيفها في طبسي، نعصر عليها كميه قليله تاع عصير الليمون ونزيد نشبعها بشويه دبشه. وانا استعملت ان بلا سبيسيال تاع الحوت تاع السردين. هذه هي ان شاء الله تكون هذه السيده في الاستماع وهي طرحت او طلبت ايضا طبق الروز. الروز نعم. الروز اخت حسيبه راهي يعني قده طريقه كيما دوكا نعطيك انا الروز دوكا وشعت كي ندير الغداء حاجه مليحه وكل العشاء تاع الزربه واش نستعمل. نحكم انايا كيما دوك نص كاس نتاع الدويده، نص كاس دويده، كاس روز، مغرفه نتاع لا مارغارين، قليل من الملح، فلفل الكحل. عندك لا فيوندا شي عندك؟ ما عندكش ما نستعملش. نحكم هذا واش نستعمل؟ نحكم الساعة هذيك الدويده نضيف لها زوج مغارف ولا ثلاثه تاع الزيت نحمرها. هي تولي لي دوغي. من بعد واش نزيد نضيف؟ نزيد نضيف المغرف تاع لا مارغارين هذيك، ونضيف الروز هذاك، ونضيف التوابل الملح، فلفل الكحل، ونزيد نضيف ورقه تاع رند كان عندك الهيل زيدي ضيفي. وثاني الروز اخت حسيبه مع القرفه عود تعطيك نكهه مليحه. من بعد انني استعملت كاس تاع روز ونص كاس نتاع دويده. من بعد واش نستعمل؟ نضيف زوج كيسان ونص نتاع الماء ونخليه على نار هاديه خلاص. من بعد ساعه على ساعه نحركوا. يعني صدقوني هذا اللي ما تكونش عندها لا لي ليغيم ولا حاجه راهو لذيذ جدا. بغيتي ثاني طريقه اخرى، الروز نتاعك كاس تاع الروز شليه الكل، زيدي عندك لي ليغيم، عندك الجلبانه، عندك كيما نقولوا حنايا المايس، الفلفل الحلو، عندك هذو كل. ثاني ندير صوص طوماطم نقليهم مليح، ومن بعد نزيد نضيفهم مع الروز وكل، نمرق حوالي زوج كيسان ولا ثلاثه، انا نشوفه هو يبدا يشرب، نضيفه في لو بلاطو تاع لو فور ونرمي في لو فور، نضيف له ساعات كميه تاع اي جبن اللي عندك، ضيفي عليه قليل من الجبن. قلت لك كاينين قداه طريقه نتاع الروز تستعمليه. نعم، ان شاء الله السيده هذه تكون في الاستماع. سؤال اخر، مستمع اللي طلبت العوامه لكن قالت لك بالكيل، يعني بالكيل كيما دوكا انا عطيت لك 500 غرام. انت باش تعرفي هذيك البطاطا اقسميها اون دو، عندك كيلو تاع بطاطا اقسمي هذيك البطاطا حوالي ربع حبات، ربع حبات، خمس حبات تسمى رطل. عندي 200 غرام تاع لا مايزينا. لا مايزينا استعملي كاس، كاس عادي ماهوش كاس كبير كيما دوك، استعملي كاس فرينه وكاس نتاع لا مايزينا، ثلاث بيضات مبينين اخت حسيبه، ثاني قرصه تاع الملح. كي نقول لك 100 غرام تاع الزبده ضيفي زوج مغارف تاع الزبده معمرين تسمى اي 100 غرام تاع الزبده، نص مغرفه تاع ماكله نتاع ليكستريد فاني، والزيت او بيل القليان. واش تستعملي هذه كرطل؟ نعاود لها تشريح ولا نعاود المقادير اخت حسيبه؟ يعني هي طلبت على اساس انه المقادير والشرح في نفس نحكم انا هذا كرطل تاع البطاطا نقيه مليح ونضيفه في كاسرونه ولا قدره، نضيف له كميه تاع الماء حتى نطيب هذيك البطاطا خلاص تشرب هذيك الماء. من بعد واش نضيف لها؟ 100 غرام هذيك تاع الزبده ونرحيها مليح، هذيك لا هذيك البطاطا لا بيوري تولي لي بيوري خلاص. من بعد نضيفها انا في وعاء. واش نضيف لها؟ نضيف لها الكاس تاع الحليب، الكاس علاه راني مديت لك تسمى مديت لك هذيك ال 200 غرام اي تولي الكاس تاع فرينه، كاس نتاع مايزينا، كاس هذاك تاع الحليب نضيفه مع البطاطا هذيك تتحل مليح. نزيد نضيف البيض، نضيف القرصه تاع
الملح. واش بقاو لي يا اخت حسيبه؟ المواد الجافه. عندي الكاس تاع الفرينه والكاس تاع لا مايزينا نص مغرفه تاع ليكستري دواني. كان شتيها جاريه زيدي ضيفي قليل من الفرينه، ما تزيديش تضيفي لا مايزينا. لاباط يتعود لك شويه شاده روحها ماهيش مطلوقه، خلاص اخدميهم مليح. من بعد هزي بالمغرف تاع القهوه، حطي كميه تاع الماء، ضيفي المغرف تاع تاع القهوه في الماء وضيفي هزي ويجيوك هما دي بتيت بول، ما تلوحيهمش على بعضاهم. قيس قيس ما تحكمي المقله هذيك نتاع، كون تلوحيهم على بعضهم يلصقولك. وطيبيهم نص طياب باسكو ما يتقلاو زوج خطرات. طيبيهم الطيبه الاولى، كملي كامل. هذه المقادير اخت حسيبه راه يدلك انكفات كبيره بسهر. كميه كبيره. هذا اللي باغيه تجرب النص، دير في 250 تاع البطاطا كل نص كاس نص كاس. قلت لك نقليهم المره الاولى شويه، من بعد نزيد نضيف لهم المره الثانيه، راهم يقعدوا خصيا كيما نقولوا حنا يتقرمشوا ما يعودوش طريين. هذه هي طريقته، ومن بعد عسلوهم. نعم. طيب نروحوا للسؤال الاخير اللي طلبت سلطه تكون هي يعني صحيه. هي شوفي هي نورمالمون قبل ما نبداو الماكله نبداو السعر باش تحل لنا ثاني الشهيه. نعم. كيما دوك هذه الاخت كثري من لا سالاد فيغت، السلطه الخضراء هي اللي باغيه تشيان هذه السلطه. وزيدي ديري سلطه تاع الكرنب، الكرنب الابيض او يشين، الاحمر يسمن. كثري ثاني من لي سالاد كيما الكرنب، قطعيها رقيق خلاص، ومن بعد ضيفي له قليل من الملح باش يذبال. من بعد ولي عاودي نحي له هذاك الملح واستعملي. انا جو بريفير ديري زيت الزيتونه وديري عصير الليمون مع شويه ملح، وثاني المعدنوس ثاني معدنوس ديري معاهم واستعملي لا سالاد كي تحبي تاكلي في الغداء وفي العشاء. كيما في العشاء كولي غير لا سالاد راكي تنقصي في لو بوا. نعم. شكرا لك سيده فاطمه على كل الاطباق اللي قدمتيها لنا اليوم. نلتقي ان شاء الله في الثاني. شكرا لكم مستمعي الكرام.